انا بس عايزكم تتوقفوا عند الرقم ده. الدكتوره هالي بتقول ان احنا كل سنه بيدخل سوق العمل 900 الف المليون. خلينا نحفظ المليون. تمام يا فندم، نحفظ المليون. طيب لو احنا النهارده في 22 ل 25 يعني تقريبا 3 سنين، يعني انت عايز توفر فرص عمل 3 مليون خلال الثلاث سنين دول. والمفروض انك انت بتوفر فرصه عمل يعني على الاقل بحد ادنى من المرتبات يعني. مظبوط. فانا عايز اقول لكم بس توقفوا عند الارقام ديت، لانها ممكن تبقى قدامكم كده واحنا بنقولها. انا بكلم كل الناس، مش بكلم حد بعينه، بكلم كل بيت مصري، بقول له قول لي وانتبه معايا ازاي نوفر 3 مليون فرصه عمل لاولادنا وبناتنا خلال الثلاث سنين اللي جايين او الاربع سنين اللي جايين. مليون فرصة عمل كل سنة أو 900 ألف فرصة عمل كل سنة، ده زيادة عن اللي موجود في السوق يعني. مصر. فأنا بس عايز أقول الرقم ده توقفوا قدامه قوي، لأن ده مش بسيط. ومفيش دول في العالم تقدر كتير على الأقل باللي زينا يعني يقدر يوفر فرص عمل للحجم ده سنويا. طب بس مش هنقف عند 25 و26، طب يا ترى لغاية سنة 30؟ ما هو النمو ده بالطريقة ديت معناه ان هو المليون كل سنة برضه.